وصل الدولي الجزائري يوسف عطال مساء اليوم قبل دقائق قليلة إلى الجزائر، وذلك تحسبا لبداية تربص المنتخب الوطني الجزائري، حيث قال يوسف عطال: لست قلق على قضيتي لأنني لم أقم بشيء خاطئ، ما قمت به كنت أريد به دعم إخواننا في فلسطين، أشكر الجميع على دعمهم، وصلتني رسائل كثيرة من الجزائر، جاهز لبداية تربص خضر، وأنا مستعد لبداية كأس أفريقيا في كوت ديفوار، نحن في حداد، وإن شاء الله ربي يرحم موتانا وأتمنى الشفاء للمصابين. إذا هذه كانت تصريحات الدولي الجزائري يوسف عطال، والذي وصل اليوم إلى الجزائر تحسب لبداية التربص تحضيرا لكأس أفريقيا في كوت ديفوار. للتذكير فإن الخضر سيخوضون تربص في عاصمة طوغو، حيث سيخوضون مباراتين وديتين. لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.